السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. اللهم ربنا لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. أشهد أن قولك الحق، وأنك الحق، وأن لقاءك الحق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الأنبياء حق، وأن محمدا عليه صلوات الله حق. اللهم بك آمنت، ولك أسلمت، ولك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق. وأصلي وأسلم على أنبياء الله وعلى مرسليه من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وخاتم النبيين محمد عليه صلوات الله، وسلام الله على أنصار محمد الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه من أهل بيته وآله وأصحابه، ثم سلام الله على الصبطين ابني محمد عليهما وعلى أبيهما صلوات الله. هذا مجلس كنا وعدنا به وذكرنا به من أيام ليست بالقليلة أو من أشهر معدودات. كان هذا الكلام منا عن وعد أننا سنقعد مقعدا نرجو به وجه الله ابتداء، ومنفعة المسلمين ونصيحة المسلمين، إذ هو ابتداء درس في الكتاب وتدبر في الكتاب، ذلك خير ما يعمله المسلمون والمؤمنون. بعد أن ضيع الناس الكتاب وضيعوا آثار النبي عليه صلوات الله واتبعوا مثناتهم وأقاويل أشياخهم ورجالهم وضيعوا آثار الأنبياء وزهدوا بالأنبياء، هذا المجلس بحمد الله ورحمته وعونه وتسديده تقدمة بين يدي نزول العبد الصالح كلمة الله المسيح عيسى بن مريم، الذي وعدنا خاتم النبيين وبشرنا خاتم النبيين بنزول هذا العبد الصالح كلمة الله وروح منه المسيح عيسى بن مريم، ناصرا لله ورسله ومصدقا لما جاء به الأنبياء والمرسلون ومصدقا لما جاء به محمد عليه صلوات الله، وقبل أن يعاجلني الملك، وناصرا لما ترك نبي الله من الميراث والآل والأهل على محمد وعلى آله وعلى أهل بيته صلوات الله. ورغمت أنوف من كفر وأنوف من بدل وعاد الأنبياء وعاد المرسلين. أما أنا من مجلسي هذا أشهد لله أن ما قال محمد حق عليه صلوات الله، وأن ما بشر به حق، وأن ما نبأ به حق، وأن ما وعد به حق، وأن الله أوحى إليه بكل ما قال عليه صلوات الله، وأن المسيح نازل لا محالة، وأنه ناصر هذا الدين وهذه الملة بقوة الله وعونه ونصره
وقضائه ومشيئته التي لا تغلب، رب السماوات والأرض والملكوت وما فيه ومن فيه. فهذا المجلس كما قدمنا في المسيح العبد الصالح كما كان يسميه أخوه محمد عليهما صلوات الله، وكما من الله علينا وأكرمنا أن عرفنا أنبياءنا وأن رفع قدر أنبيائنا في قلوبنا وأعيننا وملأ بهم صدورنا، إذ كان الناس على غير هذا التبعون من خالف وما خالف، فالحمد لله إذ بصرنا سبيل المرسلين وأتبعنا صراطا مستقيما، لله الحمد في الأولى والآخرة. حين نتكلم عن المسيح عليه صلوات الله نؤخذ بما نؤخذ به من الحزن والأسى والأسف أن أشياخ هذه الملة وأشياخ هذا الدين من الذين لم يكتفوا ولم يرتضوا ولم يستمسكوا لا يكادون يذكرون بشارة نبي الله بعيسى بن مريم، ولا يكادون يذكرون لهذا العبد الصالح عيسى بن مريم بشارته بنبي الله، ولا يكادون يكرمون ذكر أنبيائهم ولا مرسليهم. فلله الحمد أن أعاننا على هذه، وأن أكرمنا بها، وأن شرفنا بها، وأن أخدمنا لدينه وأنبيائه ومرسليه. اللهم ربنا سمعت وعلمت واطلعت ورأيت، فما علمت من حق وصدق سمعته فثبتنا عليه وبارك لنا فيه، وما كان من غير ذلك فأبدلنا حقا وصوابا وسدادا وهدى ورشادا. الكلام كما قلنا وكما وعدنا من قبل عن المسيح عيسى بن مريم كلمة الله وروح منه. كنت قلت هذا بشارة في المسجد الأقصى، بشارة حملناها عن نبي الله عليه صلوات الله، ولم نتكلفها ولم نستنطق بها رأيا ولا هوى، ولكننا اتبعنا واستمسكنا. ويا حسرة على العباد حين ترى أشياخهم وعلماءهم لا يكادون يذكرون هذا الرجل الصالح، هذا العبد الصالح، ويذكرون أنفسهم وأشياخهم وآباءهم أكثر مما يذكرون العبد الصالح. فكما قلت لكم الحمد لله على عبد أن يحمد الله إذ أراه مناسكه وإذ بصره سبيله وإذ أتبعه أنبياءه. اللهم على هذا فثبتنا وعلى هذا فاقبضنا. قلت هذا إن هذا تقدمة بين يدي نزول العبد الصالح المسيح. كان يقول نبينا المصدق عليه صلوات الله يوشك أن ينزل عيسى بن مريم من 1400 سنة وهو يقول يوشك أن ينزل، فلنا أن نقول بعد 1400 سنة وشكان يوشك أن ينزل العبد الصالح، ويم الله إن الأمر أقرب مما يظن الناس، وما بيننا وبين أن يكون وأن يتأول أن يكون، فيعلم الناس أن محمدا صدق وأن ما قاله قاله عن ربه وعن رب المسيح وعن رب إبراهيم. جيد الكلام الآن عن ما يشرف المؤمن المسلم بذكرهم الأنبياء والمرسلون. وقلت لما قلت إن المسيح نازل مراغمة للكافرين ومراغمة للفاسقين ومراغمة للمفسدين والمسرفين ومراغمة لقوم من المسلمين كذبوا نبيهم أن عيسى بن مريم نازل، وسيكون وراء هذا الكلام دفع ورد
وتكذيب لكذبهم وإفكهم وباطلهم وجهلهم وعدوانهم بتبصرة الكتاب وتبصرة ما جاء به نبي الله عليه صلوات الله. يتبين المؤمن البريء أنهم كانوا معتدين وأنهم إلى السفاهة والطيش والعجالة أقرب، والله المستعان. الكلام كان ابتداء أننا كنا نتتبع كلمات الله درسا وتدبرا كما أمر الله وأراد لنا وأحب سبحان ربنا العظيم، وكنا أول ما بدأنا ندرس أسماء الأنبياء، اسم إبراهيم واسم نوح واسم محمد عليه صلوات الله واسم المسيح عيسى ابن مريم. ومن سنين خلت كنا نقف عند المسيح عيسى ابن مريم، أننا أبينا أن ما يقوله الناس والعامة وعامة علمائهم أن الأسماء ليست بشيء وأنها إلى الجزاف أقرب وإلى غريب السهم أقرب، يعني هكذا جاءت، بل هم من حكمة العليم الحكيم وعلى رأسهم خاتم النبيين محمد عليه صلوات الله. وحين نتكلم عن المسيح الآية عندنا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه، فالرجل مسمى عليه صلوات الله قبل أن يولد، كذلك كان محمد عليه صلوات الله، كذلك كان إبراهيم. قال محمد عليه صلوات الله: إني عند الله خاتم النبيين، محمد خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لهذا الرجل جلسنا هذا المجلس قربانا عند الله أن يعلم الله وأن يسمع ويرى أننا أحببنا كلامه وكتابه وأنبياءه ومرسليه، وأن قلوبنا وأعيننا امتلأت واكتفت بكلامه وأنبيائه ومرسليه، وأننا أبينا الخبث وأبينا المخالفة وأبينا ما أسرف الناس وأفسد الناس. بارك لنا اللهم فيما هديتنا إليه. كان الكلام كما قلنا درسا وتدبرا في اختيار الله الحكيم العليم باسم هذا العبد الصالح المسيح عيسى ابن مريم. ثم مرة قلتها في المسجد الأقصى، وحين أقول في المسجد الأقصى إن كتب الله لي عمر، يرى من يحب ما يحب ويرى من يكره ما يكره، فكنت أقول في المسجد الأقصى، قلتها مرة وهذا أصل هذا المجلس، أننا نظن أن المسيح عيسى بن مريم كان بكله وأمه آية الله على أن الله لم يلد وأنه لا ولد لله وأنه لا ينبغي للرحمن ولد أن يتخذ ولدا، وأن الأمر ليس كما يظن الناس، ومن الناس عامتهم وعلماؤهم. والكتب الآن يعني هذا صار دأبا، أنني رأيت أن الناس إذا أخرجت الكتب صدقوا وسكتوا، فأنهم كانوا يظنون أن آية الله في عيسى بن مريم، حين أقول آية الله الكلام عن الآية التي قعدنا لها في سورة مريم، قول الملك روح الله إلى مريم، الملك هنا روح الله كان إلى مريم، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكية، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. اسمعوا هذا المراد: ولنجعله آية للناس
ولنجعله آية للناس ورحمة منا. آية الله في عيسى ابن مريم التي تلوناها كذلك من سورة الأنبياء إذ قال الله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذا هو المجلس، هذا هو. ولنجعله آية للناس كما في سورة مريم، في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذا هو المجلس. آية الله في مريم وابنها، في المسيح وأمه للعالمين، ولنجعله آية للناس. أين الآية؟ أين الآية؟ حين قلنا للناس قبل سنين خلت قال الله ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة، أين الآية؟ قال صالح لقومه هذه ناقة الله لكم آية، أين الآية؟ قال المشيخات، قالت الكتب، صخرة انشقت وانتخضت فولدت ناقة، ثم كذبوا على جبريل وعلى المرسلين أن جبريل قال لصالح النبي قم فصلي ركعتين وسل الله أن يخرج لهم كما سألوك. كل هذا كان خبثا بيناه، بينا هذا الكذب وهذا الإفك الذي أقحم على الكتاب العظيم. كذلك آية الله الكبرى مع موسى إلى فرعون، قال فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. اليد والعصا، أين الآية؟ أين البرهان؟ قال الرحمن لنريك من آياتنا الكبرى، الآية الكبرى. أين الآية الكبرى؟ الآن إذا جمعت الناقة والآية الكبرى والمسيح وشق القمر، كل هذا عند المشيخات والعامة وعامة العلماء، والعلماء في هذه الدندنة كالعامة. تذكرون إذ حدثتكم على رجل يقال له في هذا العصر جبل العلم، بقية السلف، سميت لكم، يعيد ما يدرس الصبيان باطلا وبهتانا على الأنبياء كما يعيد أبناء المدارس الصغار، هكذا لا يتبينون ولا يردون الأمر إلى الكتاب وإلى النبي عليه صلوات الله. فالآن نعيد ونثبت، قال صالح هذه ناقة الله لكم آية، أين الآية؟ قالوا خرجت من الصخر، كذبهم ربهم ونبيهم. فذانك برهانان موسى من ربك إلى فرعون وملئه لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون، أين الآية؟ قالوا إن الله يقدر، اسمع اسمعوا انتبه لهذه، أي قالوا إن الآية أن الله يقدر أن يحيل العصا ثعبانا، هكذا يقولون، وأن الله يقدر أن يخرج يد عيسى يد موسى السمراء السوداء بيضاء، هكذا يرون الأمر، وأن الله يقدر بآية عيسى ابن مريم أن يخلق عيسى ابن مريم بغير أب، هكذا. إذا تسمعت مرة أخرى كل الآيات عندهم أن الله يقدر، أن الله يقدر، أن الله يقدر، علما أن الأمر وراءه غير ما قالوا، وأن الأمر علم وبينات. حين يقول نبينا آيتهم كذا، أي علامتهم التي تعرفونهم بها كذا. الدجال له آية، آيته العور، إن ربكم ليس بأعور، فنترقب هذا الأعور، فإذا رأينا ما نبأنا نبينا فرأينا العور عرفنا أن هذا هو الدجال الكذاب وأن نبينا صدق. فالآية علم وبصيرة وتعرفة، إنما حين يقولون أن الله يقدر وأن الله يقدر، كل حين يفعل الله آيات أنه يقدر، كل حين، ألا يفعلها كل يوم كما قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، كل يوم، كل ذي صباح يخرجها الله من المشرق
ثم يغربها في المغرب كل يوم بحسبان، والقمر قدرناه منازل، كل يوم له منزلة هذا القمر. قال في سورة الرعد تبارك اسم الله العظيم: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يعني كل يوم في ميلاد، كل يوم في خلق، كل يوم في خلق، كل يوم هو في شأن، وله آيات وآيات ترى أو لا ترى. إنما أن تنهى الآية الكبرى أن الله يقدر أن يحيل العصا ثعبانا، كما يعني حتى لا نطيل في الدروس البينات، ومن أراد يتبين يتبين، الدروس موجودة على الشبكة، ولو شاء الله لأذهبها وليست كالكتب المزبورة، ولو شاء الله لأذهبها. لما قلنا إن الآية في العصا والثعبان واليد عقلها فرعون، ووجب أن يعقلها فرعون، إذ لو لم يعقلها فرعون لما تمت حجة على فرعون. فقال الله في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فشهد الله أن فرعون استيقنها. اسمعوا ماذا قال الذي استيقنها لما رأى العصا تصير ثعبانا وأن اليد تخرج بيضاء، تخرج بيضاء. ما قال رب موسى قادر أم ليس قادرة، قال: يريد أن يخرجكم، أدخل يدك تخرج. فلما رآها فرعون تخرج قال: يريد أن يخرجكم. قال الله: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فأخرجناهم. فشهد الله أنه علم فرعون، ثم كان ما ظن الرجل وخاب وخسر الرجل. إنما مفسرو الأمة لا يعلمون ما والآيات تصدق المقال، والناقة كذلك. قال الله: ناقة الله وسقياه فأخرجوها من الصخر إفكا وبهتانا. جيد، هذه كانت تقدمة. منها عباد الله اقتربت الساعة وانشق القمر، فترى الناس يفترون على الله وعلى محمد عليه صلوات الله الكذب. بما أن قريشا قالت لنبي الله: إن أردت أن نؤمن فشق لنا القمر، فشق لهم القمر بقوة الله وقدرته، وليس من ذلك شيء. ما كان سألوه آية ولم يقولوا ما الآية التي يريد، أي آية. فشق الله القمر اختيارا وحكمة منه. ثم قال المليك: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا درس وتدبر فصلنا فيه أين الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض. آية على ماذا؟ انشقاق القمر. آية على ماذا؟ وفصلنا فيه: بما يستبصر به المستبصر وينتفع به المنتفع. أما التعامي واتباع القول بغير بينة هذا من كفران نعمة الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. جيد، تقدم قد تبدو طويلة. بالعادة الذين يدرسونه ويحبون أن يسمعوا ويتعلموا الكتاب ولا يجدون غضاضة أن تصرف الساعات في علم الكتاب، إنما الذين يعتاشونه ويستقون ويأكلون من ورق كتب أشياخهم لا يقبلون أن يقعد عبد فيحدث بالكتاب، يريدون أن يقولون: قال فلان وقال فلان. وفي هذا الهلكة، وفي هذا بوار العلم وبوار الدين. جيد، قال: إنما أنا رسول ربك، هذا هو المجلس، ليهب في القراءتين لك غلاما زكية. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. في سورة الأنبياء: وجعلناها وابنها آية للعالمين. المقعد هذا أين الآية في المسيح وأمه للعالمين؟ قال الناس مشيخاتهم وعامتهم: الآية أن الله يقدر
أن يخلق بغير أب قبل أن أبدأ هذا الكتاب العظيم. هذا تفسير ابن كثير حتى تعلم. لما أخذت هذا الكتاب؟ هذا الرجل بيننا وبين الأولين، هذا الرجل متوفى في المئة السابعة الثامنة عفوا، أخذ عن الطبري وعن القرطبي وعن غيرهم، فما عنده اختزال واختصار لما كان، ولو شئتم لأتيناكم بما كان عليه الأولون. هب أن لم يقل هذا القول إلا ابن كثير. إنا سائلوا من أين لك هذا؟ أليس لا يقال بالقرآن إلا بعلم؟ هاتي السؤال في قول الله ولنجعله آية للناس. ماذا قال ابن كثير؟ أين الآية؟ لا أريد أن أزيح الكتاب ولكن تقريبا تنقرب. أين الآية؟ نعم، قال ولهذا قال ولنجعله آية للناس. أقرأها يعني قبلها بسطر. إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما. هذه يوجد أذهبت حكمة عظيمة دار عليها الأمر في خلق عيسى بن مريم. يوجد، وسترى أن الله يريد أن يقول في الكتاب العظيم إن الله خلق ابن مريم، والكلام ليس يوجد ولا أوجد. سيقول العامة ما الفرق؟ الفرق أن الله قال وأن رجلا قال، والكلام على الخلق. أنت توجد وفلان يوجد، إنما الخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق. واضح؟ يعني من أسماء الله الخالق الخلاق والموجد والهذا. إنما اسمع، أين ذهب الرجل؟ قال سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. اسمع، ولهذا قال ولنجعله آية للناس، أي اسمع، دلالة وعلامة للناس على قدرة. كل الآيات عندهم على ماذا؟ قدرة، على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. فعيسى من تنوعات الخلق. يعني ابن كثير يريد أن يقول أراد الله أن يرينا آية على تنوعات الخلق. كيف؟ قال فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. هب، لم نتفق أن حواء خلقت على الوجه الذي تقوله. كيف خلقت؟ كيف؟ من ضلع. ضلع من؟ يعني قال عليه صلوات الله إن حواء خلقت من ضلع، ما في من ضلع آدم، خلقت من ضلع. من أي ضلع؟ في الآيات خلق منها زوجها. هل يعني خلقها من بعضه أم خلق من مثلها، من مثل آدم زوجه؟ هذا يعني باب مفتوح ولا يقتضي أن نقضي في المسألة. كل ما قال الله حق، وكل ما قال نبيه حق، وكل ما اختلف عليه الناس خلاف لا يعتد به. جيد، هذان وجهان، آدم بغير أب ولا أم، حواء بذكر أي من آدم ولا أم، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه اسمع أوجده. ليه بيرجع بيقول أوجده؟ الكلام بيقول خلق. فإذا جاء للمراد بها، وسترون أنه إذ ذكر عيسى فيقول الله خلقه يخلق، والملك يقول يخلق خلقه. اسمع ما أبرد أوجده بإزاء خلقه. يعني عيسى موجد أم مخلوق؟ فإذا قلت مخلوق صار عليه ما عليه، إنما إذا قلت موجد لعل ولعل. جيد، قال فتمت القسمة الرباعية. تمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره
ولا رب سوى، هذا توحيد ربوبية وألوهية، هو الرجل يخلط يخالف المستسلفة. إنما الشاهد في الأمر، سمعت التنويعات والتقسيمات ولما كانت الآية، هذا ابن كثير، وهذا ما عليه العامة، والعامة على هذا. ورجل أخذ عن أشياخه، لما كنا نقول لكم في آيات سورة النمل وسبأ أن ملكة سبأ أتى بها سليمان، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة. ماذا قال المشايخ؟ الطبري، ابن كثير قال جل الروايات في ذلك إسرائيليات، والقرطبي ذهب بها بعيدا بالمنكر الباطل، وقالوا إنما ماذا أراد سليمان أن يفعل بالصرح؟ ماذا أراد؟ ليريها أن ربه، هذا حتى عند ابن كثير وغيره، أن ربه يقدر وأن ربه قادر. فقلنا لهم هذا يعني إذا جاء من صنع لنا صرحا أعظم من الذي كان من القوارير والممردات، هذا يعني، فإذا كانت على هذا فبيت الله الحرام الكعبة من حجر قديم وبيت قديم، فلو شاء الرب أن يعبد الناس بالزخرف لجعل بيته أعظم بيت حجرا وبناء وصرحا في الأرض، ولكن كما تعلمون من اختيار الله وحكمته، فالله لا يعبد عباده بالزخرف كما قال في سورة الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الله لا يعبد عباده بالزخرف، لو شاء الله كما في سورة الفرقان قال لنبينا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، ولكنه ما فعل، ويعبد عباده بالحق المبين وليس بالزخرف. جيد، إنما مدار الأمر عندهم جميعا أن الله يقدر، أن الله يقدر. يا عباد الله، في خلق النمل قدرة عليّة، في الشمس والقمر، في الليل والنهار، كل يوم يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جيد يا عباد الله، حتى لو أطلنا هذا مجلس الظن به أن ينتفع به كل بريء، كل معظم محب لله ولكلامه وكتبه وأنبيائه ومرسله، أما الذي لا يجد وقتا إلا لله للزخرف فلا لا محل له. مدار الأمر أين الآية؟ ولنجعله آية للناس، وجعلناها وابنها آية للعالمين، فجعلها المشيخات كما قال رجل يوجد موجد أوجده، علما أن في الكتاب حجة وآية بينة أنه عبد مخلوق، عبد مخلوق، وانتبهوا، فضيعها من ضيعها، كانهم يصرفون. وماذا عليه لو أنه قال ما قال الله؟ وسأقرأ من رجل آخر كذلك، ومن الآن في اليوم الذي آمن به الناس تبديلا وإحداثا بعد نبيهم بالمعجزات، وكانت عند الله وعند مرسليه وأنبيائه آيات بينات، كما قال الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، قال عليه صلوات الله ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات، فأبى المشايخ في الكتاب كله آية بينة بصائر هكذا، فأبى المشايخ، قالوا ولما نتبع ما قال الله وقال رسوله، وكيف يرى الناس ويصدقون أننا علماء فيتخذوهم أربابا من دون الله، فسموها ماذا؟ الآيات معجزة. في اليوم الذي آمنوا وجعلوها معجزة عجزوا، سبحان ربك، عجزوا عن بصيرة هذه الآيات. ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة، فالذي جعلها معجزة عجز. دين أقوله. وسترون الآن ماذا يقولون، معجزة خلق المسيح، مش هيك؟ معجزة خلق المسيح بغير أب، علما أن الآية الجلية العلية في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب خلقه،
من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إنما الأمر إذا آمن الناس جميعا، اليهود والنصارى وغيرهم وأهل الملل، أن آدم خلق من غير أب وأم، فعلام العجب بقدرة الله إذا خلق عبدا بغير أب. من آمن أن آدم خلق بغير أب ولا أم، فما الحاجة أن نبصره بقدرة الله على خلق عبد بغير أب؟ فقال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، خلقه يا ابن كثير، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وسترون الآيات ومدارها كما في أول سورة الزمر، اسمع قبل أن يعاجلني الملك، في أول سورة الزمر قال الله لو في أولها لو أراد الله أن يتخذ ولدا، اسمع اسمع، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. خلق، خلق يخلق ويعلم ما يقول، تعالى اسم الله العظيم، الله خالق كل شيء، رب كل شيء. فإذا خلقه وهو يريد ما يقول خلقهم جميعا. جيد، اسمع ماذا قال هذا الرجل، هذا متأخر عن ابن كثير. لما أقول لك متأخر ولم آتي بالأولين، هؤلاء مروا على الأولين. هذا الرجل تحديدا بعد ابن كثير الشوكاني له كتابه فتح القدير، ويعني يسميه الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، وفي المقدمة له قال جمعت فيه كتب الأولين وإن لم تصدق ففتش. هو قال حوى مدار أقوال الأولين. جيد، فبالتالي إن قال القول مرورا على الأولين، اسمع إلى ما انتهى الرجل. رجل قبل 250 سنة تقريبا، قال ولنجعله آية للناس، أي المجلس هذا لنعلم أين الآية. قلت لك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. فهمها، ما كانتش قدران يا عباد الله. فرعون والمستضعفون من بني إسرائيل، الآية الكبرى لفرعون عصا وثعبان ويد بيضاء تصير بيضاء، وللمستضعفين المؤمنين من بني إسرائيل نتق لهم الجبل من الأرض فوقهم كأنه ظل. أيما أعظم وأثقل بظاهر الأمر والحسبة والميزان، أن تصير العصا بين يدي فرعون الهليك ثعبانة، أم أن ينتق ويرفع الجبل نتق جذب بقوة الخلع بقوة فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به، خذوا ما آتيناكم بقوة. فلو شاء الله قدرة لرفع الأهرامات أو الجبال حول فرعون فوق فرعون، تؤمنوا أو أوقعها فيك. أي عبد يقول لك هذه كانت أجل وأبين، ولكن العصا تصير ثعبانا واحدة واليد الواحدة تخرج بيضاء، ولا يبيض موسى كله ولا تبيض يده إلا إذا أدخلها فأخرجها، حتى يقول فرعون يريد أن يخرجكم. فكان واضح أن موسى قال له فهمت صحيح، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، بصائر معجزات كما قال الشباب، كما قال الذين بدلوا الدين فعجزوا أول العاجزين. ورب السماء ما كدت أنتفع بالكتاب حتى أماط الله عنا وفك عنا عقد المعجزات ورد لنا بصائر الآيات البينات المنيرات، فاستبصرنا واهتدينا برحمة الله. أما هؤلاء عضوا عليها بالنواجذ، معجزة هكذا يقولون، هكذا استمسكوا، معجزة خلق المسيح، معجزة كذا. أنا ضربت مثل بالجبل فوق بني إسرائيل والعصا لفرعون، يسمي الله العصا واليد الآية الكبرى، ونتق الجبل فوق بني إسرائيل.
وندخل الجبل آية أم قدرة؟ ماذا سيقولون؟ قدرة. وندخل الجبل آية. لزاما لزاما واضح عند الله إحالة العصا ثعبانة وندخل الجبل الطور فوق بني إسرائيل قدرة بالقدرة واحد كله عنده هين كما قال الرحمن وهو علي هين. قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كل هذا عنده هين كن فيكون. كل كلامه في حق المسيح إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الملكوت كله كذلك على ذلك. فتقول لي أنه فعلها ليريك القدرة. كل يوم يا عباد الله ميلاد الخلائق كل أنثى من البشر والدواب والبهائم من الحشرات كله خلق. إنما كما قلت لك الآية في نطق الجبل عنده قدرة أن الله يقدر وهي آية. جيد. فماذا قال الرجل؟ قال ولنجعله آية للناس أي ولنجعل هذا الغلام أو خلقه من غير أب آية للناس يستدلون بها على كمال القدرة. فهمت؟ ارجع لمقدمة الرجل الذي سميت لك. قال لك جمعت لك ما قال الأولون وإن شئت ففتش كما قال الرجل. جيد. فعودا مجلسنا هذا ولنجعله آية للناس وجعلناها وابنها آية للعالمين. أين الآية؟ أين الآية؟ قالوا القدرة. والقدرة أثبت وأسبق في خلق آدم فانتفى زعمه. أما وقد صدق الناس جميعا حتى أهل الملل الذين لا يؤمنون المجوس يا عباد الله لا يؤمنون بما نؤمن به ويعلمون أن آدم أبو الناس وأن الناس من آدم على هذا هم وجلهم يعلمون هذا ويؤمنون به ويعلمون أن لا أب ولا أم لآدم. فإذا آمن الناس بهذا تحديدا اليهود والنصارى ومن اتخذ أو جعل لله ولدا آمن بآدم ما الحاجة أن يريه الله آية على قدرته بخلق رجل بغير أب؟ وقد آمن الرجل بآدم بغير أب ولا أم. جيد. سألوا إن كان الأمر كذلك أن الله يريد أن يرينا قدرته على خلق رجل بغير أب أيما أقدر أو أبين على قدرة الله؟ أن تأتي مريم فتحمل بالمسيح ثم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أو أن يجمع الله بني إسرائيل كما جمعهم أول مرة مع موسى عند الطور على أي صعيد شاء الرحمن فجمعهم جميعا قال اركبوا فإذا برجل يخلق وهم ينظرون أو يخرج وهم ينظرون أو يصنع على عين الله وهم ينظرون. ها قد تمت القدرة. إنما ولد يولد كما يولد الناس تحمله أمه. الأقدر والأظهر بالميزان أن يخلق ونحن ننظر بغير أب ولا أم. فلو كانت على القدرة لأرانا الله خلق رجل بغير أب ولا أم وأنشأه إنشاء. اسمعوا إن الله قدير على أن يقول للناس جميعا انظروا حيث تنظرون ثم ينشئ من التراب علقة ثم مضغة ثم يخرجه طفلا ثم يشب شابا ثم يشتد عوده ونحن ننظر جميعا ثم بعد الشباب شيبا ثم يشيخ ثم يميته ثم يحييه. أليس الله على هذا بقادر؟ فلو شاء لفعل. إنما ماذا أراد الله بعيسى ابن مريم وأمه كما قال وجعلناها وابنها آية للعالمين؟ فإذا الآية أن الله يريد أن يخلق عيسى أو يعلم الناس قدرته على خلق عيسى أين محل الآية بقول الله وجعلناها وابنها آية للعالمين؟ فهي نفسها آية. فمريم نفسها آية وابنها آية.
أما فهم الناس الآية في ابنها، واضح؟ الآن مدار الكلام، أنا لما أطلت يا عباد الله؟ يعلم الله أنني قلت هذا قبل نحو من 9 أعوام، أنني أظن فيما أراه من تلاوة الكتاب أن المراد بخلق عيسى على الأمر الذي نزل على النبي الله في الكتاب كان حجة من الله على العالمين ألا ولد لله ولا ينبغي له الولد، وأن حجة الله في هذا عيسى بن مريم نفسه ألا ولد لله. فإذا كان كما قلتها في المسجد الأقصى، إذا كانت حجة الله العلية ألا ولد له عيسى بن مريم، انقضى القول أن عيسى بن مريم ابن الله تعالى اسم الله العظيم. كيف يزعم هذا وعيسى نفسه حجة الله ألا ولد لله؟ فهمتم يا عباد الله؟ فعندي بهذا الدرس وهذا المجلس أن المسيح حجة الله وآيته ألا ولد لله ولا ينبغي لله الولد، حجته في هذا عيسى بن مريم. فعبد الشيطان الناس للمسيح أنه تعالى اسم الله ابن الله، فأفك الآية وبدل الدين. والناس الآن إذا زعموا أن لله ولدا تعالى اسم الله العظيم، إلى من أشاروا؟ إلى عيسى. وعندنا في هذه الحجج مما سنتلو بإذن الله أن أبين حجج الله أن لا ولد لله المسيح، وأنه ما خلق إلا لهذا. وبيننا وبينهم أن يسمعوا ما عندنا من البينات، وليس قال فلان وقال فلان. ها قد قلت لك فلان في التفسير العظيم والتفسير القرآن العظيم والحافظ فلان قال خلق خلق خلق، فلما وصل إلى عيسى قال أوجده، وأنه موجد وأنها تقاسيم وأنواع للخلق. جيد. فابتداء يا عباد الله، كما قلت لك الآية في الرجل وأمه فيها وفي ابنها. فلما رأينا من أول سورة آل عمران عن امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، ثم وراءها وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب قبلها بآية قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه الأم معدة من الأمر الأول للأمر الذي أريد. فالآية في العبد الصالح وفي أمه الصديقة في هذا الجمع، واضح؟ جيد. على فاطمة بنت نبي الله صلاة الله وسلامه، وعلى أزواج نبي الله صلاة الله وسلامه، من خديجة إلى عائشة عليهن صلوات الله. جيد. فهاتوا نسمع. واذكر في الكتاب مريم، وسنأتي إذا أذن الله على اسم مريم. ما في اسم يا عباد الله في الكتاب من أمر الله كتبه إلا وهو يريد به شيئا. قال وقتل داود جالوت لما أخرج لبني إسرائيل من ينصرهم، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اسمع، عدو اليهود جالوت، ناصر اليهود من المسلمين يومها طالوت، عدوهم جالوت. عند العامة هذا لا يعني شيئا، لكل مستبصر هذه بينة أن فيها ما فيها، وإن أذن الله بينا فيها. مريم من الآن ما اسمها وماذا يراد؟ وحار الناس وقالوا فيها كثيرة، ويعني لعلي أعاجل، ولكن
لها في جذر العربية محل من مريم، مريم والميم مزيدة كما تقول مقعد، ها؟ كما تقول العامة مصيف، فالميم مزيدة، إنما هي من ريمة، وريم بالمكان أقام به، اسمع، ريم بالمكان أقام به. فمريم كانت في المحراب، ولا كانت يعني رائحة جائية، كانت ذاهبة متبرجة سافرة في الناس، أم كانت في المحراب مريمة فيه؟ واضح. وستجد يعني حين قال الله فاتخذت من دونهم حجابا، وهي محجوبة عن الناس، ولما أراد الشيطان لما ولد المسيح أن يطعن كما طعن في كل الخلائق، أراد أن يطعن فطعن في الحجاب، فهذا العبد الصالح وأمه في حجاب مذ خلقا. والأمر الحق، يعني كل أمر الله عجيب، آية، واضح. فمريم من تريمها بالمكان وإقامتها كما قال الله لنا في سورة الأحزاب، يعني لأمهات المؤمنين ولمن كان وراءهن من المسلمات، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالاستقرار والقرار في البيت من مثل هذا، وهذا ما كانت عليه الصديقة مريم عليها صلوات الله. قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. أشياء سنمر عنها حتى لا يعني لا نطيل، وليست في المحل الذي نريده. فاتخذت من دونهم، يعني هي في جامع القصة ولكن ليس في تحديد المسألة. فاتخذت من دونهم حجابا، اسمع، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. كنا نقرأ فنقول لما أرسل الله، فقال أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لما لم يخلق هذا العبد الصالح عيسى ابن مريم بغير إرسال الروح؟ ولما كانت الأم لازم الحكمة؟ كما قلت لك، لو شاء أنشأه والناس ينظرون علقة فمضغة بعد تراب ثم شب ثم شاب ثم شاخ ثم مات ثم أحيا، ليه أرسلنا إليها روحنا؟ والرجل الروح بعدها. ثم مريم تبتلى بما ترى فتمثل لها بشرا سويا. لما هذا كله؟ إن كانت على القدرة لا حاجة لله لا بإرسال الروح ولا بالأم ولا ببطن الأم، صحيح ولا لا؟